قد سمعتم عن جوبيدو؟ توقع قد سمعتوا فيه، اكيد الاسم مو غريب عليكم. هذا الله يسلمكم متجر اقدر اقول لكم انه من افضل متاجر بيع التيشيرتات. 90% من فيديوهاتي اصورها بتيشيرتاتهم حرفيا يا جماعه. اكثر تيشيرتات كرفتها تيشيرتات جوبيدو، اداوم فيها، اصور فيها، اخرج فيها، واحيانا انسى وانام فيها، وفوق هذا كله ما زالت صامده وما زلت البسها ولا تغير فيها شيء، وصدقوني مو قاعد ابالغ. ولو تسالوني ليش بقول لكم لانها من اكثر التيشيرتات اللي ارتاح فيها، جودتها عاليه وخامتها جدا رهيبه ومريحه. وسواء كنت طفل او كنت بنت او كنت ولد او كنت شاب راح تلقى كل اللي يناسبك عندهم، مارفل، دي سي، ديزني، يونيفرسال وغيرهم من التشكيلات الرهيبه. راح اترك لكم الرابط في الوصف اول تعليق، ولما تتسوقوا احرصوا انكم تستخدموا الكود تبعي، كود وجيه 15، علشان يجيكم خصم يحبه قلبكم. يعني ترى الموضوع بسيط يا جماعة، ما هي صعبة انك تصير محنك وفاهم في السينما والمسلسلات، ما عليك الا انك تسوي هذه الحاجات اللي بقولها لك والناس خلاص من بعدها ما عاد بينادوك الا المحنك. اول شيء يا حبيبي اختار صورة عرض تحطها في حسابك لممثل عملاق، لازم كذا ممثل يكون ثقيل، الباتشينو، مارلون براندو، روبرت دينيرو، ميريل ستريب، ايمي ادمز، جاك نيكلسون، اي ممثل عليها الكلام وله قيمته في الساحة والناس اتفقت على حبه. ولا تحط صورة ممثل انت تحبه ويعجبك اداؤه، لا، لازم ترمي ذوقك الشخصي في القمامة. تحب رايان غوسلينج؟ لا يا حبيبي، ما ينفع تعترف للناس بحبك له، خلي حبك له بينك وبين نفسك، انت الان محنك، لانك اذا حطيت صورة رايان غوسلينج كصورة عرض الناس ايش بتقول عنك؟ تقول عنك سبك ولا يفهم في الافلام والمسلسلات، شغل مخك. انت تبغى تصير محنك، ما ينفع تجيب لنفسك هوا بارد ولا كيف يا تركي؟ بعد كذا يا حبيبي سوي لنفسك قائمة بافلامك المفضلة وانشرها في الصفحة، ولازم تكون افلام مرة قوية، لازم تكون افلام قوية وتقييماتها عالية كمان. مثلا يعني جاد فاذر حط الاول والثاني، لا تحط الثالث عشان يقولوا اوه والله الولد فاهم. 12 رجل غاضب، ذا دير هانتر، ذا جود، ذا باد، ذا اقلي، شيء زي كذا، شيء عليها القيمة، فاهم علي؟ هذا بالنسبة لمظهر حسابك، يعني خلاص انت الان رتبت مظهر حسابك. بعد كذا يا حبيبي عليك بالجلد دون رحمة، لا ترحم ولا تجلد اي عمل، لازم تشغل مخك، ركز على بريزون بريك، اجلد والدي والدي بريزون بريك، لانك لما تجلد الناس يقولوا عنك واو هذا الولد فنان، اكيد في شيء ما حد شافه الا هو، شكل هذا الولد يقرأ ما بين الاسطر، محنك ايش بك. وبعدها خش على لكاسة واجلد والدي والديه كمان، ووضح للناس قد ايش انه المسلسل خارج عن المنطق وما يحترم عقل المشاهد، وركز كمان على مسلسلات نتفليكس الرخيصة واستهزئ فيها ومسخرهم ليل نهار، لا تخليهم يتنفسون مرة. واهم شيء توضح للناس ان اتش بي او هي اعظم شركة انتاج مسلسلات، وبين لهم قد ايش انت تحب اتش بي او مسلسلاتهم. ودائما دائما قول ان مسلسل فريندز منفوخ، حتى لو عاجبك لا قول منفوخ، لا تقول معطينه اكبر من حجمه، لا قول منفوخ، لازم تقول كلمة منفوخ علشان تصير محنك. نظام نظام. وبعد ما تحش في فريند قول لهم انه ذا اوفيس افضل مسلسل كوميدي، حتى لو ما تابعته، حتى لو ما عجبك، كذا قول ذا اوفيس الامريكي، ها ذا اوفيس الامريكي مرة كويس، البريطاني ما يصلح. لا اوصيك كل ما ينزل مسلسل تاريخي ولا فانتازيا ولا من العصور القديمة على طول جيب جيم اوف ثرونز ودخله في الموضوع وسوي مقارنات بينه وبينهم، ووضح للناس قد ايش جيم اوف ثرونز مسلسل مرة عظيم ومن اعظم المسلسلات في التاريخ. عظم عظم جيم اوف ثرونز، ارفعوا فوق. واذا سالوك الناس كيف نهايه جيم اوف ثرونز خليك محايد كذا، وضح لهم استياءك بس لا تنتقد، خليك كذا مستري غامض عشان تصير محنك. واذا نزل مسلسل جريمه وعصابات على طول قارنه ببريكنج باد، وضح للناس كيف انه مستحيل مسلسل يوصل لمستوى بريكنج باد ابدا. ولما تتكلم عن بريكنج باد وضح لهم قد ايش المسلسل هذا اعتنى في بناء شخصياته وكيف انه بدا عظيم وانتهى عظيم، وجيب للناس طاري مسلسل سوبرانوز كذا من بعيد وقول لهم كيف انه لولا وجود هذا المسلسل العظيم سوبرانوز لما وجد بريكنج باد. يستخدم مقولات مخرجين كبار، يستخدم مقولات ناس كذا تفلسف وفاهم، وجيب للناس طاري ذواير كذا من بعيد، حتى لو ما تابعت وجيب طاري انك ايش تعرف المسلسلات القويه حتى لو ما تابعتها، انت محنك، عينك تشوف قبل ما تشاهد. ها غذي مكتبتك بمسلسلات تقييماتها عاليه علشان تكون خلاص مستعد لكل نقاش تخوضه. واهم شيء يا حبيبي المحنك
المحنك انت انتقد افلام الاكشن المبالغ فيه، هذه عاد اهم صفات المحنك، يعني انتقد فاست اند فيوريوس، جون ويك، ذا اكسباندبلز، هذه الافلام لازم تكرهها، حتى لو انك تحبها لازم تكرهها، واذا تحبها لا تبين للناس حبك لها، روح تابعها من ورا الناس، بس لازم توري الناس انك تكره الكذب والخراط هذا، لازم تنتقدها وتنتقد كل الكذب اللي فيها. الا كيل بيل طبعا تبي يا مجنون ايش بك، صح انه كذب وخراط ونصب ولا فيها اي منطق، بس المخرج ترنتينو احا، واللي يبغى الدحى ما يقول احا، فيب خليك بعيد عن ترنتينو، انتبه، لازم تصير محب لترنتينو عشان تكون محنك، لازم لا تنتقد اعماله مره. واهم شيء الله يعافيك بعد الزحمه دي كلها، ركز على مصطلحاتك، ركز على مصطلحاتك، ولا تقول فيلم حلو، ولا تقول فيلم جميل، لا تقول فيلم اصلا، قول عمل، عمل عظيم، عمل قوي، عمل جبار، عمل ايقوني، عمل غير اعتيادي، ولا تقول عن عمل معين انه افكاره ما هي مفهومه او خارج الاطار الفكري العام، قول عمل فلسفي، لا تقول عمل خيالي وخارق للطبيعه، قول عمل ميتافيزيقي، لا تقول عمل غير مفهوم او خارج نطاق الواقع، قول عمل سريالي، لا تقول عمل تعيس او حزين او كئيب، قول عمل تراجيدي، لا تقول مواقع التصوير والتوقيت، قول الزمان والمكان، لا تقول الفيلم طرح تساؤل او مشكلة ولاحقا حلها، قول الحبكة كانت كذا وكذا في هذا العمل، لا تقول الفيلم هذا معقد، قول هذا الفيلم فيه كمية كومبليكيشيتي مو طبيعية، انت محنك، لازم لازم. واللحظة اللي تنحل فيها التعقيدات في مشهد معين قول عنها لحظة التنوير، تفلسف قد ما تقدر، استخدم مصطلحات صعبة قد ما تقدر، ولو اضطريت تكذب اكذب يا مدير، انت محنك، لازم تثبت للناس انك محنك، لازم تتخلى عن مبادئك، افلام ما شفتها قول شفتها، مسلسلات ما تابعتها قول انها ما عجبتك، لا تقول انك ما شفت شيء، دائما انت متابع لكل شيء، اللي ما تابعته قول ما عجبك، انت محنك ايش بك. وارجع اكرر عليك، لا تستخدم مصطلحات شائعه، جيب مصطلحات كذا ما حد يقولها الا نادرا مره، علشان الناس لما تشوف كلامك يقولون واو والله الولد هذا فاهم. ولما تتكلم عن شخصية معينة لا تقول هذه الشخصية حلوة ولا قوية، تكلم عن بنائها وعن ماضيها، ولا تدري لا تقول ماضيها، قول الباك ستوري تبعها واو. وإذا طفرت من الأفكار ولا عاد عندك شيء تهبد فيه، خش على شخصيات مسوية ضجة زي مثلا شخصية كاليسي، وابدأ انتقدها وقول للناس إنها انشهرت علشان المشاهد الإباحية اللي صورتها في بداية Game of Thrones، وإنها ما تعرف تمثل وجمالها خدمها أكثر من أدائها. امسك شخصية مايكل سكوفيلد وامسح بها البلاط وقول إنها شخصية كذب وما عندها أي سالفة. البروفيسور هذا بالذات لازم تمردغ ورايح جاي كل يوم، صبح عليه بمحش ومسي عليه بمحش أو انتقاد، لا تقول محش، انا انتقد، لا تحش، عيب، انت محنك ايش بك. كثير جدل قد ما تقدر، انتقد مخرجين كبار ولا ترحمهم، انتقد كتاب ومنتجين وموسيقيين. يا عمي خليني ابسطها لك، اللي يقولون الناس سوي عكسه، اللي يعطوه 10 من 10 اعطيه 5 من 10، مالك شغل، انت كذا محنك، اللي يعطوه 5 من 10 اعطيه 10 من 10، خليك عكس التيار دائما. الفيلم اللي الناس تسبه لان رسالته وقيمته غير اخلاقيه، سوي العكس وارفع فوق وقول لهم انه رسالته ابعد من ان الناس تفهمها وتستوعبها، سوي انك مدرك الدنيا، وقول للناس انك ما تؤمن بموقع IMDb، هذا شيء ضروري، انه تقييمات IMDb كلام فاضي، قول لهم روتين توميتو اصدق موقع للتقييم، ودائما خليه مرجعك الاول، الناس بتنبسط عليك ترى. وبعدين ابدا تابع اعمال لمخرجين قدامى زي هيتشكوك وزي ستانلي، وانتقد اعمال كريستوفر نولان، ومجد اعمال ترنتينو، اسخط على ديفيد فينشر، وارفع وودي آلن، خليك غير قابل للتنبؤ، خليك كذا مجنون، خليك مرة منت عاقل. وقت توزيع جوائز الايمي او الاوسكار او الجولدن جلوب خليك زعلان بدون سبب، لازم تزعل، خليك كذا منفس، اغضب وخرج الوحش اللي في داخلك، خليك كذا زعلان من الترشيحات مرة، انت عمرك ما كنت راضي عن الترشيحات، لازم. واهم شيء بعد ما تطلع نتائج الترشيحات وتشوف مين اللي فايز، وضح لمتابعينك انه هذه الجوائز ما لها اي قيمة، وما هي الا مجرد اعمال تلفزيونية توزع وخلاص، ما تهمك، انت محنك، انت اللي تعطي الجوائز اصلا، ايش بك. وبعدين اذا خلاص خلاص ما عاد عندك شيء في الحياة وحسيت انك مرة فاضي، خش على المراجعين، امسك ماهر موصلي وانتقد، وانتقد طريقة مراجعاته، امسك براء عالم يا حبيبي وانتقد ومسخره ليل نهار، امسكني انا وقول عني الوجيه هذا مراجع زبال ما يدري وين الله حاطه وخشمه كبير وصلعة وجوه بيض. لازم تضرب كل شيء في طريقك في عرض الحائط. واهم شيء علشان تحافظ على مستواك في الحنكة، لازم تتابع كل الاعمال الجديدة أول بأول، الزين والشين، الحلو والخايس، تابع كل شيء بدون توقف، لا توقف، لا تأخذ نفس، في أكثر من 500 ألف فيلم في العالم لازم تتابعها كلها، أنت محنك. وأول بأول صور تقييماتك لكل عمل ونزلها وانشرها للناس، ووري
تخليهم كيف أنت إنسان معقد حتى في تقييماتك. لا تقول تقييمي للعمل هذا 7 من 10، قول تقييمي للعمل 7.25 من 10. الناس بتقول واو الولد هذا عنده نظرة عميقة وتقييماته دقيقة، أكيد إنه مسك الفيلم وفكفك وفكفكة. خلي الناس يقولوا عنك محنك، خلي الناس يقولوا هذا الولد مجنون، هذا الولد ما هو عاقل. والأهم من هذا كله، لازم تتابع كل الأفلام في قائمة 250 فيلم، لازم تتابعها مو بكيفك، تتابعها كلها لازم. القديم الجديد، الصامت الغير صامت، الملون الأسود والأبيض، الإنجليزي الغير إنجليزي، الهندي الآسيوي العربي الفرنسي، كل شيء في قائمة 250 فيلم لازم تتابعه. وبس خلاص، انت كذا محنك، ألف مبروك يا مدير، خش على المحنكين.